الفريق حقق فوز مهم جدا في المباراة الماضية واطمح في السير على نفس المنوال في هذه المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية يسعد بها جماهيره. تمريرة بدون تركيز تذهب للكرة المنافس. ولعب الشوت، تألق كبير من حارس المرمى. غونزاليس فرانسيس غونزاليس تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل. فيراري كرة بتبعد من مناطق الخطر. غونزاليس فرانسيس تمركز ممتاز مساعدة في قطع الكرة. ينطلق بالكرة يتقدم فيها. إمكانية للعب كرة عرضية. عرضية في وسط ال 18. كانت حلوة الكرة العرضية لكن لم تصويب افتقدت إلى الدقة ومرت بسلام على المرمى. مر فيها عدى فيها والكرة باتجاه المرمى. ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. ممتاز حارس المرمى في التصدي. يبقي النتيجة على حالة التعادل. تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الاطراف. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. هجمة بتضيع بدون أي خطورة. محمد تدخل جيد. بدون أي معاناة تقطع الكرة بعد تمريرة سيئة. رمي التماس. الحكم يعود لاحتساب الخطأ بعد ما فشل المهاجم في استغلال أيضا إتاحة الفرصة. خطأ وكارت أصفر. اللاعب يضطر للخروج بالكرة بعد ضغط كبير من المدافع. خاطئة رمية التماس. الكرة بتروح للمنافس. كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. تمريرة فيها من الذكاء الكبير حقيقة. أول أهداف المباراة يكسر التعادل السلبي. تعادل استمر في هذا اللقاء لكن الأمور الآن بمنعطف آخر. مواجهة تشتعل في هذه اللحظات. كرة تعانق الشباك. لمسة جميلة وجدت مكانها في أسفل الشباك. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. غونزاليس مستمر.
مستمر، تبادل الكرات، محاولة لإيجاد فرصة، إيجاد ثغرة في الدفاع. تسديدة مميزة، مستحيل، الله على التصويبة. أي كرة، أي دقة، أي قذيفة يا لعيب، يا فنان يا ممتع، الله على الكرة. مرة أخرى نشاهد التسديدة القوية، جاوزت الحارس وتمزق الشباك. كانت تسديدة من مسافة، لم ينجح حارس المرمى في التصدي لها. تسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت في الشباك، بعيدة جدا عن حارس المرمى. تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. الحكم يطبق مبدأ تحت الفرصة والكرة تستمر في الملعب. أصحاب الأرض يلعبون بضغط عالي في هذه اللحظات. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. والكرة إلى ضربة مرمى. فرانسيس. تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة. فيراري. كرة بتضرب الخط الخلفي. توقيت سليم لحارس المرمى بالخروج من مرمى، ينقذ الكرة المعطية. دقيقتين يحتسبهم حكم المباراة كوقت بدل ضايع. غونزاليس. انطلاقة وبداية فرصة. وحاول شوط أول ينتهي والنتيجة بهدف مقابل هدف. تقارب بين الفريقين تقريبا نفس التسديدات على المرمى لكل فريق خلال هذا الشوط. الجماهير تتمنى هذه المباراة. ينطلق الآن شوط المباراة الثاني وسط أجواء كبيرة. حلو التدخل، لكن الكرة بتتحول إلى رمي تماس. دفاع بيقطع كرة قبل ما تشكل خطورة. بيعدي بالكرة، بيروح فيها. تسديدة يا رب، تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى. لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. فرانسيس. تبادل التمريرات أمام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. و
وسط الضغط من الهجوم. شوف المدافع يضطر العودة بالكرة إلى الخلف. غونزاليس المنافس يسيطر على الكرة. فرانسيس تمركز الجيد وساعد في قطع الكرة. تدخل قوي جدا في اللقطة الماضية يحتسب الحكم بانتظار قرار تأديبي من حكم المباراة. في فاول وفي خطأ، بطاقة صفراء في هذه اللحظات. يعود لوسط ملعبه من أجل الكرة. انطلاقة سريعة بالكرة، كرة أخيرة للتقدم الآن. لولا صفرة حكم المباراة لكان هدف في اللقطة. تسلل مثير جدا للجدل، يعلن حكم مباراة المساعد. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. يا سلام على التمريرات. بيرسل الكرة